أجمل شعور إنك تمشي في شوارع طرابلس الصبح بكري، الدنيا هدوء وشوارع فاضية وما فيش حد يقهرك على المرشى بادي، والأهم من هذا كله ما فيش تفنيص على الصبح. مش عارف علاش كل ما نلقى خبزة طايحة نقيمة، عادة زي عادة الشبشب اللي لازم نعدله لو لقيتها مقلوب. الغريب إن أمس كنت خاطم ولقيت واحد ضاربينا برصاص ملوح في الشارع غارق في دمه، ما قمتاش وما فكرتش نقيمة، جريت على طول. هنا مشوار الكفاح اليومي ينتهي، جي وقت الرفاهية. اليوم نوض الساعة 6، نطلع من الحوش 6:30، نمشي 3 كيلومتر على الرجية لأقرب خط تخطم منا الباص، ونركب الباص باش نوصل للخدمة بكري. في غير ينوض الساعة 12 يمشي يوقع ويروح ويكمل في نومه بآخر الشهر، يقبض معاش على داير ملي، وكانت آخر معاشة شوية يخش يكتب على النت البلاد خشيت في حياته.
مروان حبيبي. شوف شو جبت لك. هذه اللعبة اللي وعدتك بيها اسمها روبيك. هي صعبة شوية بس أنا نعرفك شطور وحتتعلمها بسرعة. وهذه لي يعني. يعني ما ركبتهاش. قداش لي كنت تحاول تحل هاللعبة المعقدة هذه؟ حيجي يوم ركبها. بطول عمرك إن شاء الله. شن صار في سيارة الهونداي بتاع فؤاد؟ تم تجي استلمها. وشن طلع فيها؟ كم بيعطاك عمرها؟ جاب لها واحد جديد وركبته لها. يعني لازم تخسرنا. خيرك ما عطيتهاش من اللي عندنا. الراجل جابه معاه، نقول له رجعه وشريه منا. باهي، وش صار في البيم متاع صبحي؟ فيها شيء، خيوط مسات بعضهم وخلاص. أكيد رتهالها بالبلاش. الراجل سيارته ما فيها شيء. ما فيش حاجة اسمها ما فيها شيء. لو كشفت عليها أنا كنت طلعت فيها 100 تعلة. اسمعني يا مروان كويس. الخدمة متاعنا هذه ما تبيش غباء ودروشة. أنا ما عندي ما نقول في خدمتك. لكن لازم ما تشحط لي دقنك كويس باش تعرف كيف تجيب فلوس ليك وللورشة. أنا مروح توصف شيء. سلامتك مروان. افتح دماغك زين، كان تبي تسترزق من هالورشة. أنا والمرايا مش أصحاب، نعتبر فيها أكبر عدو لي. كانت في مرايا في داري كسرتها، وعمتي جابت مرايا تانية وكسرتها، وفي حمام الورشة كسرتها، جاب صاحب الورشة مرايا جديدة كسرتها حتى هي. إلا المرايا هادي قاعدة تفكر فيها بالعداوة اللي بيني وبينها. المشكلة مش في وجهي، مشكلة في المرايا. لو مخترعوش المرايا راهو كل البشر عايشين سعداء وما كانش في الدنيا ناس مغرورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم واتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله يا الله أسأل. مروان جيت؟ لا لا قاعد في ورشة. نحط لك تاكي. والله يا ريت يا عمتي. تعرفي قريب نستشهد من الجوع. دقيقة سلمي وقتي هاي. دقيقة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا. عمتي شو مطيب على الغداء؟ فاصوليا بالكرشة. هيك عرفاتك تحبها وتموت فيها. طافي عمتي قريب اموت من الجوع، تو تجيبي لي تمساح مشوي ما نقصرش معك. طلع لي امك الله يرحمها، حتى هي كانت تموت في الفاصوليا. قصدك جينات الفاصوليا ماشيه في دمي؟ اكيد. السلام عليكم يا عم. السلام ورحمه الله وبركاته. قيمي مني الشكاير. جبتي الالواز والعسل؟ جبت، لكن العسل اللي غلوا فيه شويه، الفازو الكبير ب 35 دينار. العفو، شو صار في الدنيا؟ من يومين وحدتها ب 32. سالتهم نفس السؤال، كل شيء حطوا فيه في راس الدولار. الدولار غلى، الدولار رقى، اول مره نعرف ان الحل يخلص بالدولار. هم غلوا في العسل، انتوا غلوا في البكلاوه. والله فكرة ولد خالي، أصلاً كل شيء غلي، بنقعد نلحن بأسعارنا هذه يا ونرقب الأسعار ونخسر زبايني. لا لا، أنا الناس يجوني لأن الحلاوات متاعي واللي ندير فيها أرخص من المحلات، وبعدين كنا زدت عليهم السعر ماشي يجيني حد، واللي بيجيب ياخد بطلوق وهيك بخسارة يا ماما. وبعدين هي وين السيولة باش نزيد عليهم السعر؟ حتى المحلات زادوا في أسعارهم هالبيام، والحلاوات شايطة فيها النار، وحنا دوب ردوا في راس مال المواد، والمكسب ولا صغير ما عادش يسد ماكلتنا وشرابنا. وبعدين راهو على الراي هذا مش حنديروا الصيانه الحوز زي ما كنا مخططين، وحنا كيف لقطنا قرشين شرينا صالون جديد. كلامه فيها صح يا عمتي، ما دام المحلات زادوا في السعر حتى انت زيدي فيها. بعدين حلويات الحاجه نوريه الكل يدوي بها وما يستغنوش عليك. راه يا ودي نفكر وبعدين سهل. عمتي. نعم. جيبي لي الشاي لداريا. حتى ترامب الحوش حوشي وندير فيه ما نبي. اسكت مروان راقد مروح من العمل تعب. لا والله ما سد راقد واكل شارب عندنا، ما سد النقص صورتنا على خاطر سلبي. باي خلاص اسكت وقولي شو تبي. جعان دري لي حاجه ذكرها. امشي بسرعه. حسبي الله ونعم الوكيل. بتحسبي علي التافهه قدامي مره كثيره. لا شيخ Thank you.
شم عليك ريحه الجنه. قعدت الراجل فيك 5 سنين، يوم قال لي الدكتور اني حامل بيك بوك نحرش منه عش الشارع كله، وقلبي بالله على قد ما فرحان بيك، لكن اكيد مش اكتر منه. نوري اختي ورجلها جاي. مرحبا. شن حالك؟ الله يبارك فيك، حالك كويس. وتيتي شنطي مروان؟ وتيت. اعتبري ولدك في الحفظ والصون بعون الله، ما بين مشيتي وجيتي بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. ديري بالك عليه يا نوري، مش حنوصيكم. ما توصيش على مروان. أنت خير توكل على الله بس. مروان هذا زي ولدي. إحنا حنمشوا المطار توا. مروان داخل من بيه يشوفني وأني طالعة ويبدا يبكي. الاسم سقر عبد السلام، العمر 35، الطول 190، الوزن 82، المؤهل العلمي شهادة ثانوية، عمله السابق فني كهرباء، لديه نفوذ كبير في المنطقة الجنوبية من المدينة. ألف ألف مبروك على المنصب. الله يبارك فيك. تفضل ناخذ صورة مع بعض. العقيد أحمد عبد الهادي، العمر 40، الطول 180، الوزن 80، المؤهل العلمي بكالوريوس شرطة وماجستير علوم أمنية، أحد القادة الأمنيين اللي لديهم نفوذ كبير في المنطقة الشرقية من المدينة، يشغل منصب آمر القوة المركزية. ممكن جوابها كده.
ليه ممكن جواب احمد ممكن سؤال ممكن تسليم ممكن جواب احمد مبروك استاذ يدها ودود الله يبارك فيك تفضل ناخذ الصوره مع بعض الشامخ العمر 41 عام الطول 170 الوزن 78 المؤهل العلمي شهاده جامعيه مزوره لديه أكبر نفوذ في وسط وغرب المدينة ويمتاز بالذكاء الشديد الأخطر على الإطلاق ناخذ الصورة مع بعض أميرة يا أميرة حاضر يا ما هو جاية سلامت توتو بعدين نتكلم ليش قصة الموبايل اللي شدته لي 24 ساعة؟ ما تمليش منه؟ كنت مكلم في فاطمة يا عم خيرك كولي بشوية لا تغصي وانتي زي الهامعة
مستعجلة. وليش مستعجلة؟ مازال ساعة إلا ربع على الطابور. ما هو مازال بنخطم على فاطمة. وخير على البرنسيسة فاطمة ما تجيكش هي. علاش ديما أنت اللي تمشي لها؟ ماما خيرك. فاطمة جتني السبت اللي فات، بعدين فاطمة ما فيش أطيب منها. طيبة. ومن وين بتجيها الطيبة؟ ملا من أمها سميرة اللفعة، ولا من خوها صقر اللي سيرت على كل لسان؟ قولي قولي، أنت مازال ما تفهمي شيء من الدنيا. أنا ماشية. يلا باي، سلام. والله وكبرتي يا أميرة، وجي الوقت اللي نزوجك فيه راجل معبي ومبرزم يطلعنا من الفقر اللي احنا فيه. وخلوا التوابيت، يمكن ناصر يحتاج ما فيش شيء يوتر أعصابي ويريح فيها في نفس الوقت إلا اللحظة هذه. أول مرة نشبحها كانت قبل أسبوعين، بالتحديد لما بدت القراية في المدرسة. كنت نسمع ديما بالحب من أول نظرة، ولا خلي نكون محدد أكتر، كنت نسمع بالحب إسماع أصلا. لكن لما شبحتها حسيت بأن عمري كل اللي عشتها قبل ما نشوفها كان خسارة. لو قلت نحبها شوية فيها، لكن مش مهم شعوري توا، المهم هل حترضى تكلمني أصلا؟ باي يا عمي فوزي باي. حبيبنا الشامخ، في معقولة ما نشوفوكش إلا في المناسبات يا راجل؟ استحشناك. أهلين بصقر رفيق الكفاح، استحشك العافية. لكن أنا عندي عتب لك صغير، ولا خلني نقوله حق. معقولة منينين تقول يا راجل وحقك تاخده التو ثالث ومثلث؟ معقولة تديروا زيارة ليلية لمخازن التموين بدون ما تعزموني ولا تبلغوني حتى بالكذب؟ انت كنت تتصلوا بينا يا راجل ولا تعطونا حتى علم؟ ما تعودناش نعزموا حد في زيارتنا الليلية. لو كانت نهارية كنا عزمناكم أكيد. وما لا تعرف كيف صديقي، الزيارات الليلية غير مسموح بها داخل حدودنا الإدارية. حدودكم الإدارية جديدة هذه؟ Thank you.
شوفوا بالله ما أحلاكم وانتم واقفين مع بعض هيك نبوكم انتم. البلاد محتاجة لوقفتكم هذه. التغيير يكمن في العمل مش بالشعارات والبكاء على الأطلال. التغيير يبدأ من الداخل مش من الخارج. تعرف عندي صاحبي طلب اللجوء في ألمانيا. الشباب اليوم همهم الأول الهجرة. هل هذا تسميه تغيير؟ شوف، كل شخص يمتلك قراره الشخصي في التغيير. لو كان التغيير هيبدأ بالاطلاع على تجارب العالم ليش لا؟ مرات صاحبك يرجع في يوم من الأيام ويقدر يغير شيء من الواقع اللي احنا عايشين فيه. هذا يقول مش انت اخو الشامخ اكبر مجرم في البلاد. عيب الكلام تقول فيه يا وليد. خلوه يكمل ويقول وجهة نظره. انا مسؤول عن تصرفاتي بس وتقدر تحاسبني عليها ومش مسؤول عن تصرفات اي شخص تاني. شعارات كذابة بيعوا في الكلام الفاضي للناس بينما الواقع شيء تاني. اخوك يحكم في نص البلاد ومسيطر لأكبر عصابة فيها وانت جاي تهوت حاضر على التغيير وكلام الفاضي تقول فيه. اصلا شرف لك البلاد الا النماذج الفاسدة اللي زيك انت وزي اخوك. شن جو الخدمة معك؟ نفس الروتين يا سالم، مفاتيح وزيوت وبز في بز. ربي يعاونك يا صاحبي، مفيش حد مرتاح. هالبناس معبين مرتاحين. حتى اللي عنده فلوس مش مرتاحين، أصلا في ليبيا مفيش حد استغنى إلا بالخنبة. المهم مرتاحين. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. ورا شو الجو؟ صقع هيك ونو يا مروان هيك نصيحة. سيب الدخان يا رجل، هيك راه حرام راه. حتى التكحيل في البنات اللي بيعوا في البخور والمسواك حرام يا شيخنا. هيك يا السلام عليكم. برا روح. أنا شاك إن البورة خاشعة الترامادول. الراجل هذا مش طبيعي. شنو ما الترامادول هذا؟ حبة تخلي أجبن واحد يولي أجع واحد وتعطي فيه باور مش عادي، تخليك ما تحسش بأي إجهاد حتى لو ما رقدتش ليك يومين. منشط يعني؟ حاجة زي هيك. هذا خير بلا. أما ليه ما يبوش يدفعوا الفلوس؟ لازم تعرف إنه مازال أسبوع بس. تعرف لو مليك ما دفعوش نص مليون اللي طلبناه منهم حنصفوك. هاي طلع برا وبالمرة تصيبوا مليه وسمعهم صوت هو يبكي ويتغوط بالك يسكدوا روحهم بالفلوس. شو رأيك يا جمال في اللي ترى الشامخ؟ أنا رأيي من رأيك، لازم الرد قوي على الشامخ لأن هيك بيستوطوا حيطنا وبيبدأ كل من هب ودب يجي يلعب في جهتنا. وتو يتكلموا على مخازن التموين اللي فضاها من الشامخ وبدأنا سيرة على كل لسان. الرد مفروغ منه، لكن شن درجة قوته هنا السؤال.
أنا رأيي جلد على الخفيف، عاد ما نكبروش الحفلة وتولي علينا بعدين. أوكي، تحرك بسرعة. جمال، ما نبي شيء زيادة، على الخفيف. نمسحها من الفيس ومن الانستا ومن حتى من التويتر. اسمي امي وصلت على البطاطا. السلام عليكم، بعدين تنط ممكن تعطينا بطاطا؟ ما تدوي ليش نقصت هذا؟ دي ما يشبح لك. ونيش ندراني شكله معجب. ايه هذا ما ناقص متاعين الورش. هذا شكله جاينا ولا نسيا؟ ايه شكله جاينا رسمي. انت شن دير تلاحق فيها؟ ممكن نبيك في كلمة على فراد. اسفه ما نكلمش في كل من هب ودب في الشارع. عشرين ومية وستة وستين المجموع يطلع 286. على كم الرأس؟ 10,000 دولار. وكم يطلع؟ 2,860,000 دولار. وكم النسبة بتاعها؟ هياخدوا 20%. وليش 20% وإحنا اللي حنديروا كل شيء؟ نفس السؤال اللي سألته. ردوا علي وقالوا لي ان هم اليوم من طنطا اللي رفع على فارقه والسوريين في الطريق الساحلي الى وين وصلوا البحر.
احنا اللي حنأملوا العملية من الألف للياء، وهم عليهم تأمين الشط والباقي علينا، ونسبتهم 10% بس. تمام. شو في تاني؟ عندنا صاص قوارب تانيات، واحد يطلع الليلة والتاني يغضب. لا لا، تعودوا أجلوه، السفن الإيطالية مدارين كبسة، ومش ناقصنا عاد قارب تاني يغرق اليومين هادو، تعالى ما كله يتكلم علينا. تمام. أمتى؟ لا لا، راجي تعليمات. شن فيه مصباح؟ خوك أيمن. خير أيمن.